الركوع لا تطعهم في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح أن يقال اليهودية هي دين موسى عليه السلام، والنصرانية هي دين عيسى عليه السلام، والحنيفية هي دين إبراهيم عليه السلام؟ في الأصل نعم، اليهودية هي دين موسى في الأصل، ولكن لما حرفت وغيرت وأدخل فيها ما ليس منها فلا يقال إن كلها دين موسى، يقال دين الأصل فيها والتوحيد والأحكام الشرعية هي دين موسى، وأما ما أدخل فيها من التحريف والتبديل والتغيير فهذا ليس من كلام الله سبحانه وتعالى، وليس هو من دين موسى عليه السلام. كذلك النصرانية أصلها دين عيسى، وأما التغيير والتحريف الذي دخلها فليس هذا من دين عيسى، بل عيسى يبرأ من ذلك. عيسى لم يقل أنا ابن الله أو ثالث ثلاثة، إنما قالته النصارى والعياذ بالله، قالته النصارى، ويتبرأ منه المسيح يوم القيامة. قال الله: يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا دين عيسى عليه السلام. نعم.